بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تكلمنا عن الشعائر الدينية ودورها في ترسيخ القيم الإسلامية وتحويل تلك القيم من مجرد نظريات إلى سلوك عملي. وفي هذه الليلة نكمل هذا البحث ونجيب عن بعض الإشكاليات والتي قد تثار في أذهان البعض. أولاً، ليعلم وكما هو واضح أن الإسلام دين خالد، لأنه يرتكز على بنية الإنسان الفطرية التي لا تتغير، وكما قال الله سبحانه وتعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فإذا كانت الفطرة لا تتبدل، فإن ما يناسب تلك الفطرة أيضاً لا يتبدل. وذكرنا أن هناك مصاديق جزئية قد بينها الإسلام وجعلها شعائر، كما أن هناك كليات طرحها الإسلام بشكل عام وجعل المصاديق وتعيين الجزئيات بيد المسلمين. المشكلة في عدم فهم البعض لهذا الأمر، بأن هناك بعض المصاديق الجزئية الإسلام حصر العمل في ذلك المصداق الجزئي بحيث أنه لا يمكن لأي شخص أن يتجاوز هذا المصداق، وإن تجاوزه تجاوزه يعتبر بدعة. وهناك بعض الكليات التي لم يحصرها الإسلام في مصداق خاص، وإنما أعطى الخيار والاختيار بيد الإنسان لكي يطبق ذلك الكلي على جزئيات، وتطبيق ذلك الكلي على الجزئيات يكون تنفيذ لأمر الله عز وجل، وليس من البدعة في شيء. إذا نحن نريد أن نمثل مثالاً، مثلاً القرآن الكريم حينما نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله، كتبه المسلمون الذين عاصروا الرسول صلى الله عليه وآله بخط، ذلك الخط كان متعارفاً عندهم، ولكن بعد مرور زمان العرب طوروا الخط، والخطوط العربية التي الآن تستعمل أكثرها لم تكن تستعمل الكيفية في كيفية الحروف في ذلك الزمان. القرآن الذي الآن بأيدينا ونقرأه عادة يكتب بخط النسخ، هذا خط النسخ تطوير للخط أو علامات الحروف. لم تكن هذه العلامات موجودة في صدر الإسلام، الضمة والفتحة والكسرة، وإنما المسلمون في القرن الثاني اخترعوا هذه العلامات، هذه العلامات التي نستعملها الآن من فتحة وضمة وكسرة وسكون وأمثال ذلك. هذه علامات اخترعها الخليل ابن أحمد الفراهيدي.
هذا لا يعتبر أن هناك تغيير للقرآن أو بدعة في القرآن. لماذا؟ لأن الله عز وجل ما أمر بكيفية خاصة لكتابة القرآن، وإنما هناك أمر بأن تكتبوا القرآن وتحفظوه. هذه الكتابة بأي كيفية كانت، هذا تطبيق الكلي على الجزئي بيد المسلمين. في زمان كتبوه بالخط الكوفي، في زمان آخر كتبوه بخط النسخ، وهناك أيضا خطوط أخرى اخترعت، ويمكن في المستقبل خطوط أخرى تخترع ويكتب القرآن بها. إذا علامات القرآن، هذه العلامات المستعملة علامات المشارقة حسب تعبير علماء رسم الخط، وهناك علامات أخرى علامات المغاربة، علامات الأندلسيين الذين كانوا يستعملون علامات للحركات غير هذه العلامات التي متعارفة عندنا وتسمى علامات المشارقة. هذا مو من البدعة. لماذا ليس من البدعة؟ لأن الإسلام ما حصر في جزء من الجزئيات. نعم، إذا الإسلام حصر الأمر في جزء من الجزئيات، تجاوز هذا الجزء يكون من البدعة. مثلا في العبادات كما ذكرنا في الليلة الماضية، الإسلام حصر العبادات في جزئيات معينة، صلاة الصبح ركعتين، صلاة الظهر 4 ركعات مثلا. واحد يجي يتجاوز هذا التحديد، هذا يكون من البدعة. لذا واحد يخترع صلاة جديدة ويدخلها في ضمن العبادات أو كيفية خاصة لم تكن في زمان الرسول ولم يأمر بها الرسول صلى الله عليه وآله، هذه بدعة. فبناء على ذلك المورد الذي الإسلام حصر في جزء واحد نتجاوز بدعة. مثال آخر نضرب، مثلا بالنسبة إلى المطهرات، هناك الإسلام عين بعض الأمور كنجاسات، المطهرات أيضا الإسلام عينها بشكل جزئي، مصداق جزئي. مثلا البول لا يطهره إلا الماء، يجب على الإنسان أن يطهر نفسه إذا أراد أن يصلي من البول مثلا. هذا البول كيف يطهره؟ الإسلام حصر المصداق الجزئي للتطهير بالماء. فلذا المعقمات حتى إذا كان من حيث الجهة الطبية تطهيرها وتعقيمها الطبي أكثر من الماء لا تطهر. لماذا لا تطهر؟ لأن الإسلام جاء وحصر التطهير من البول مثلا في الماء فقط. فإذا احنا نتعدى هذا الحاصر يكون إدخال ما ليس في الدين في الدين. ولكن أكثر الموارد الإسلام لم يحصر الأمر في جزء من الجزئيات، الإسلام بيّن كلي، تطبيق هذا الكلي جعله بيدنا، فإحنا نطبق هذا الكلي بالطريقة المناسبة. قد يختلف من زمان لزمان آخر، وقد يختلف من مكان لمكان آخر. نمثل مثال، الإسلام أمرنا بتعظيم الرسول واحترام الرسول صلى الله عليه وآله، ينبغي على كل مسلم أن يعظم رسول الله وأن يحترم رسول الله صلى الله عليه وآله. سؤال، هل الإسلام عين وحصر طريقة احترام الرسول صلى الله عليه وآله في جزء من الجزئيات؟ لا، قد الإسلام بيّن مصاديق ولكن لم يحصر هذا الاحترام في هذه المصاديق. الإسلام يقول، القرآن الكريم يقول، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول. ما حصر احترام الرسول في هذا المصداق، وإنما بيّن جزء من الجزئيات. ولذا نحن نحترم رسول الله ونعظمه بأي كيفية من الكيفيات، لا مانع له. لماذا؟ لأنه الكلي الإسلام أمر به، التطبيق الجزئي يكون بيدنا. فلذا مثلا تأتي وتجد أن المسلمين من القرون السالفة يحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وآله. هناك بعض الطوائف تعتبر الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وآله بدعة. لماذا؟ لأنه هذا ما كان في زمان رسول الله احتفال بمولده، فلذا هذا يكون بدعة. الجواب ليس بدعة. لماذا؟ لأن هذا الكل اللي هو احترام الرسول صلى الله عليه وآله نحن يمكن أن نطبقه في مصاديق مختلفة. نكتب كتاب حول الرسول صلى الله عليه وآله مثلا، هذا من نوع من تعظيم الرسول. نأتي ونحن مثلا نبني قبر رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا نوع من الاحترام لرسول الله صلى الله عليه وآله.
نأتي ونقيم ندوات فكرية عن رسول الله لا بأس، مهرجانات خطابية عن رسول الله صلى الله عليه وآله لا بأس، هذه كلها مصاديق للكل الذي أمر به الإسلام. ومن تلك المصاديق الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وآله. مثال آخر، الله عز وجل أمرنا بمودة ذي القربى، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. إحنا البارحة ذكرنا إشارة إلى ذلك، الله عز وجل أمرنا بمودة ذي القربى، قرب الرسول صلى الله عليه وآله، أمرنا بمودة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. المودة يعني إظهار المحبة، الإنسان قد يحب شخصا في قلبه وقد يظهر هذا الحب، إظهار الحب يكون من المودة زين، أو يكون هو المودة إظهار الحب زين. المصداق الجزئي ما عين الإسلام، أنت يجب عليك أن تظهر المودة في قرب الرسول، أما الكيفية المصداق الجزئي، هل الإسلام حصر هذا الحكم في مصداق جزئي؟ ما حصره، فيأتي المسلمون ويطبقون هذا الكل على جزئيات. فنحن مثلا نأتي في مصداق جزئي من المصاديق بالنسبة إلى الشعائر الحسينية التي يكثر الكلام حولها واللغط بالنسبة إلى ما يتعلق بهذه الشعائر. نقول إننا نأتي وهذه الشعائر إنما هي تطبيق ومثال جزئي وتطبيق كلي المودة في مثال جزئي، الذي هذا المثال يكون في الشعائر. هذه الشعائر إنما هي إظهار المحبة لأهل البيت، أنت تظهر المحبة لأهل البيت بطرق مختلفة، ومن تلك الطرق هذه الشعائر التي هي بمرور الزمان أصبحت شعائر وعلامات وميزات للولاء والحب لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. نجي في مثال جزئي يثار حوله اللغط الكثير، وهو مثال شق الرؤوس مثلا أو التطبير، اللي لغط كثير حول هذا الشيء موجود. عندما نأتي نحن إلى الأدلة الشريفة الروايات نجد والآيات، نجد أن الله عز وجل أمرنا بالمودة، هذا المودة كلي. ثم هناك نجد أن رسول الله صلى الله عليه وآله حبب إلينا إخراج الدم من الرأس، إخراج الدم من الرأس هذه من سنن الرسول صلى الله عليه وآله. إذا تراجعون كافة المسلمين يقرون بذلك في صحاحهم وفي مسانيدهم، تراجع البخاري مثلا، في البخاري 5 روايات موجودة أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يخرج الدم عن رأسه، حجامة الرأس يعبر عنه. في روايات السنة أكثر من 30 رواية في صحاحهم وفي مسانيدهم حول أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر بهذا العمل، أن تخرج الدم من رأسك. والرسول حسب ما موجود في البخاري وفي بعض الصحاح الأخرى كان يسميها المنقذة، المغيثة في بعض الروايات الأخرى زين. هذا بالنسبة إلى كتب السنة. تجي إلى روايات الشيعة نفس الشيء، الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يسميها المغيثة المنقذة، الإمام الصادق يقول مثلا الحجامة في الرأس شفاء من كل داء زين. إخراج الدم من الرأس هذا فد كلي من سنن رسول الله صلى الله عليه وآله. نحن نأتي ونطبق هذا الكلي في مصداق جزئي، في يوم عاشوراء مثلا البعض يأتي ويطبق هذا الأمر الكلي، أنه احتجم في رأسك، أجر الدم من رأسك، استن بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله، واجعل رسول الله أسوة لك في هذا الأمر. فهذا الشيء الذي هو في كل وقت يمكن، في الصيف، في الشتاء، في الحار، في البرد، صباحا مساء، تطبق هذه السنة من السنن. هسه واحد يجي ومجموعة من الناس يأتون ويطبقون هذا المصداق في يوم عاشوراء، بإشكال؟ ما بإشكال، لأن هذا تطبيق للسنة من سنن رسول الله اللي هي كلية في مصداق جزئي من المصاديق. كذلك المواساة لأهل البيت هذا كلي، تطبق في هذا العمل. المودة لأهل البيت تطبق في هذا العمل. يعني مجموعة من الكليات التي هي من الواجبات أو المستحبات أنت تطبقها في مثال جزئي، هذا المثال بالتدريج أصبح من الشعائر مثلا.
فالشعائر الحسينية بشكل عام بعضها يوجد فيها أمر خاص، مثلا البكاء يوجد فيه أمر خاص من الأئمة عليهم الصلاة والسلام، بل إن رسول الله صلى الله عليه وآله هو أول من شرع وسن البكاء على الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، وفي مسانيد المسلمين من شيعة وسنة موجود هذا الشيء، أن رسول الله صلى الله عليه وآله بكى لأجل الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. في مسند أحمد بن حنبل موجود مثلا أن رسول الله صلى الله عليه وآله نزل عليه جبرائيل معه قبضة من التراب وقال إن ولدك هذا يقتل في أرض يقال لها كربلاء، وهذه حفنة أو مقدار من تراب تلك الأرض، والرسول صلى الله عليه وآله أعطى هذا التراب إلى أم سلمة، أم سلمة احتفظت بهذا التراب إلى يوم عاشوراء. فهذا مصداق جزئي الرسول هو جعله سنة، وبعد ذلك الأئمة عليهم الصلاة والسلام أمروا به. هناك بعض الأمور قد لا يكون بالنسبة لها أمر خاص، ولكن أكو كليات، هذه الكليات تطبق على هذه الجزئيات. أما أن الإنسان يأتي وحسب مشتهاه ومبتغاه، بعض الأشياء يسميها بدعة، بعض الأشياء ما يسميها بدعة، زين بعض الأشياء اللي ما كانت في زمان الرسول صلى الله عليه وآله يسميها بدعة. قبل فترة كنت أقرأ في فتاوى ابن تيمية يقول إن أخذ السجادة للصلاة هذا من البدعة، وشايف الناس يروحون مثلا في المساجد بعض الأحيان خاصة إذا رحت إلى مكة والمدينة المنورة، زين يأخذون سجادة معهم باعتبار أنه قد لا يدخلون في المسجد، لا ما يصلون على مثلا حتى لا يصلون على الأرض، يصلون على السجادة، سجاد صغير معه هو الإنسان يأخذه. ابن تيمية يقول هذا بدعة أن تأخذ السجادة معك للصلاة عليها. ليش بدعة؟ لأنه في زمان الرسول ما كانوا الصحابة والمسلمين مثلا المسلمون ما كانوا يأخذون سجادة إلى الصلاة مثلا. هذا في كتاب مطبوع هم موجود، في فتاواه موجود هذه الفتوى. زين الخطأ في هذه الفتوى شنو هي؟ الخطأ في هذه الفتوى أن الله عز وجل ما قال، ما حصر الصلاة بأنه تذهب إذا في المسجد أكو سجاد فبها، إذا ماكو سجاد تحمل وياك السجاد، هذا لا يجوز، ما عندنا نص بهذا الترتيب. صحيح أن الرسول أو الصحابة ما كانوا يعملون بهذا العمل أن يأخذون سجاد معهم مثلا ليصلوا، ولكن هذا مو معناه أنه هذا حرام، هذا تطبيق كلي على جزئيات. فالبدعة شنو هي؟ البدعة أحد أمرين، الأمر الأول في مورد العبادات أي زيادة ونقيصة في هذه العبادات تكون من البدعة، لأن العبادات الإسلام حصرها بأمور خاصة مثل ما ذكرنا البارحة. الأمر الثاني الجزئيات، يمكن كلي هو مطلوب، لكن الإسلام يأتي ويحصر الجزء في جزء واحد بحيث أنه ما تقدر تتعدى، مثل التطهير اللي ذكرنا في هذا المورد أن الإنسان يتعدى هذا الحصر الجزئي أيضا بدعة. أما في غير ذلك أي شيء كلي من كليات الإسلام اتطبق في مصداق من المصاديق فهذا لا مانع به ولا يسمى من البدعة. زين نجي هنا ننتقل من هذا البحث إلى بحث آخر، وهو أنه إحنا ذكرنا أن الشعائر الإسلامية إنما هي تختزن الثقافة الإسلامية بشكل عام، تحولها من نظريات وقيم فكرية مجردة إلى أسلوب عملي، وهذه العبادات المختلفة في الإسلام والشعائر المختلفة في الإسلام تختزن فيها كل مفردات الثقافة الإسلامية، إما بشكل تفصيلي وإما بشكل إجمالي. يأتي هنا مشكلة، وهو أنه عندما تريد أن تحارب ثقافة من الثقافات، يعني أي جهة من الجهات تريد أن تحارب ثقافة من الثقافات، أول شيء تفعله تحارب شعائر تلك الثقافة، لأنه هذه الشعائر تختزن فيها ثقافة تلك الأمة، فمحاربة تلك الشعائر وتسبب أنه إذا ذلك المجتمع ترك تلك الشعائر تدريجياً يفقد تلك القيم، يعني سلوكه يتغير، وبعد تغيير سلوكه يمكن فكرهم يتغير، لأن السلوك يؤثر في الفكر كما أن الفكرة
يؤثر في السلوك. فلذا نجد الاهتمام الكبير من الإسلام بحفظ هذه الشعائر، وكذلك أي مصلح كبير لأي مجتمع من المجتمعات حينما أراد الإصلاح أول شيء كان يحمله أنه احفظ على الشعائر الثقافية التي تحملها أنت أو أنت أيتها الأمة. مثلا نفرض نذكر مثال من واقعنا المعاصر القريب، غاندي. غاندي يعتبر من عظماء التاريخ، وحقيقة عمله معجزة كبرى، معجزة بالإصطلاح اللغوي وليس بالمعنى الشرعي، لأنه الهند بلد فيه مئات اللغات وفيه عشرات القوميات، وفي زمان غاندي كانوا 300 مليون واحد، وعمل الاستعمار الإنجليزي عمله في الهند. فأن تأتي وتنقذ هذه الأمة من براثن الاستعمار اللي جثم على صدر الهند 300 عام واستعمل جميع الأساليب غير النزيهة هذا الاستعمار، هذا عمل جبار، والعمل لا يرى بنتيجته الآنية وإنما بنتيجته في المدى البعيد. احنا نشوف الآن أكثر من 50 سنة من استقلال الهند، والهند ينعم بأكبر ديمقراطية في العالم وفي تطور باستمرار، بحيث أنه قد يتحول في المستقبل القريب إلى القوة الثانية الاقتصادية في العالم، في العالم كله. زين، غاندي ماذا يقول؟ إلا كلمة جدا لطيفة، يقول: إنني لا أؤيد أن أغلق نوافذي، لأنني أريد أن أتعرض لكل الثقافات من حولي. يقول: أريد أستفيد من كل الثقافات الأخرى اللي موجودة وأأخذ نقاط قوتها وأستفيد منها، إلا الكلام هنا إلا أنني أرفض أن أقتلع من ثقافتي الأصلية، حتى لو يستهزئون بها. لذا تشوف أنه كان يشترك في مثلا في بريطانيا في المؤتمرات الكبرى، يشترك وهو لابس ثوب مثل ثوب الإحرام، وكان يستهزأ به. حتى الآن لما نشوفون صوره تشوفون في البرلمان البريطاني داخل، في مؤتمرات داخل، وكل الحضور بكامل الألبسة والزي الرسمي، تشوفه هو جاي بوصلتين من الثياب كثياب الإحرام، وكان يستهزأ به ويضحك عليه. شنو هالعقلية عنده؟ أوه، احنا وصلنا إلى تطور وكذا، هذا بده يعيش بهذه الكيفية؟ لكن بهذه العقلية تمكن من أن يصنع ما يشبه المعجزة، ما استعد أن يتخلى عن ثقافته الأصلية تجاه الثقافة الاستعمارية، على رغم أنه طبعا البلدان المستعمرة عادة يأخذها بريق البلدان التي استعمرتها، لأن البلدان اللي تستعمر لها بعض الإمكانيات المادية وبعض المظاهر، لكن رفض هذه الحالة وجعل هذه الحالة تسري في الهنود. ولذا نشوف أنه تمكن من حفظ الهند، من استقلال في الهند، وإرساء ديمقراطية ثابتة 50 سنة وستستمر لأن أسسها صحيحة. أما إحنا عندما نراجع بعض الأشخاص الذين أرادوا أن مثلا يغيروا من واقع بلدان الإسلام وأن مثلا يتخلصوا من الاستعمار، أول نقطة أنه إحنا لازم نتخلص من بعض شعائرنا وبعض مفرداتنا الثقافية. زين، هذا هو هذا التخلي من هذه المفردات ومن هذه الشعائر سبب أنه إحنا 100 عام أو 200 عام نتحرك وحركاتنا تفشل، الاستعمار يخرج من الباب ويدخل من الشباك، لأن قوتنا بهذه الشعائر. حتى لو ذولاك يستهزئون، طبعا هم يريدون أن نترك هذه الشعائر لكي نفقد ثقافتنا الأصلية، يصير خواء فينا، فهم يملؤون الخواء اللي أصبنا به بطريقتهم وبكيفيتهم، هذا الشيء اللي هم يردوه. ولكن يجب علينا أن نلتفت أنه الاستهزاء سلاح الفاشلين، والاستهزاء يجب أن لا يسبب أن نترك أي شعيرة من شعائرنا. في البداية استهزاء كان بالصلاة، بالصوم، بالحج. زين،
بالقرآن، بأي شعيرة من شعائر الإسلام. هسه البعض يجي مباشر يستهزئ، البعض غير مباشر، البعض يبدأ بالشعائر المتفق عليها، البعض يبدأ مثلا بالشعائر المختلف عليها. بالنتيجة هذه حالة من الاستهزاء تسبب أن البعض يتجبجب، البعض يصاب بإنهزامية، مثلا يريد يصلي يروح في مكان لا يراه أحد مثلا في صلاته، يريد يحج مثلا في بعض البلدان التي يستهزأ بالمسلمين سابقا، زين يخفي أنه سافر للحج حتى لا يستهزأ به، مع أنه الاستهزاء كان الأنبياء كلهم يستهزأ بهم. يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ولكن ما منع الأنبياء من الاستهزاء؟ الرسول صلى الله عليه وآله كان يصلي، كان يستهزأ به في صلاته. واحد أجي يريد يسلم يقول أنا أسلم بس السجود ما أسجد، لأن هذه الكيفية ما أحبها مثلا، للسجود يستهزأ. بس الرسول بأمر من الله عز وجل ما اهتم بالاستهزاء، والمسلمون ما اهتموا بالاستهزاء. والإنسان الذي يقاوم الاستهزاء، زين، أولا التمسك بهذه الشعائر خاصة الشعائر الإسلامية تسبب تماسك المجتمع. أما إذا الإنسان يريد يتخلى من هذه الشعائر يسبب انفراط عقد المجتمع، راح يصير انفراط، راح يصير خلاف، راح يصير مشاكل. احنا نشوف الان في بعض مصاديق الشعائر كانت بشكل عادي تمارس، ولكن عندما جاء بعض الاشخاص يخالفون هذه الشعائر تحول الى فتنه بين مؤيد ومخالف، وهذا يفتي ضد ذاك وذاك يفتي ضد هذا، وهذا يفسق ذاك وهذا يفسق ذاك. يعني مخالفه هذه الشعائر تسبب انه انفراط عقد المجتمع وإثارة الفتن، في حين أن التمسك بهذه الشعائر يسبب تماسك المجتمع. الشيء الآخر أنه أنت لما تراجع الأقوام الأخرى، أترك المسلمين، تشوف الأقوام الأخرى من يهود، من نصارى، من مجوس، من عبدة الأوثان وأمثال ذلك، كلهم متمسكين بشعائرهم، حتى بعض هذه الشعائر سخيفة جدا كلهم متمسكين بها. بس يعني احنا المسلمين لازم نترك شعائرنا؟ انت الان تروح في اي مكان في ناس يدينون بدين او بمذهب او بمعتقد متمسكين بشعائرهم اشد تمسك. حتى الان النصارى او اليهود الذين يدعون مثلا العلمانية او تحرر وامثال ذلك، تشوف شعائرهم الدينية يتمسكون بها ولو بمجرد انها طقوس، تمسك اشد تمسك بهذه الشعائر. بس يعني عندما يصل الدور للمسلمين يجب أن نترك شعائرنا، لأنه قوتنا في هذه الشعائر، هذه شعائرنا تختزن ثقافتنا. وبعدين هم إذا الاستهزاء راح يريد يسبب أنه إحنا نترك شعائرنا، فلازم إحنا حتى الواجبات نتركها. مو الحج الآن يستهزأ به؟ قد زمان من الأزمنة كان يثار سؤال أنه لماذا تذهبون إلى الحج، تصرفون هذه الأموال في الحج، أعطوها للفقراء مو أحسن؟ لماذا تذبحون الأضحية في منى؟ وسابقا أكثر هذه الأضاحي كانت تحرق أو كانت تدفن، لأن ما كان يمكن الاستفادة منها. ليش تذبح الأضحية؟ هل قد أكو جياع مثلا في البلدان الإسلامية بدال ما تذبح الأضحية في منى وأصرف هاي الأضحية على هؤلاء المسلمين؟ تذبح الأضحية وبعدين هاي الأضحية تحرق أو تدفن. حتى الآن اللي جايبين مسلخ حديث ومتطور، ومع ذلك المسلخ الحديث والمتطور لا يستوعب إلا مقدار نصف أو أكثر من نصف تلك الأضاحي، والبقية مليون مليونين هذه تلقى أو تحرق أو تدفن. زين، وهذا الكلام عندما واحد يسمعه يتصور أنه جانب منطقي إلى جميل هذا الكلام، وأحسن أنت تذبح خروف ويدفن هذا الخروف أو يحرق، أو هذا الخروف تعطيه للفقراء الجياع، يعني منطق ظاهر جميل جداً. بس عندما هذا الأمر يتحول إلى شعيرة، زين، لما نتحول إلى شعيرة ما نفكر إحنا في الجانب الاقتصادي والجانب المالي في هذا الأمر، نفكر في جانب آخر. أو عندما تبني مسجد يقولون لماذا هذه الزخرفة وهذه البذخ على المساجد؟ زين، وبدال ما إحنا نصرف هذا الأموال على المساجد وهذه الزخرفة وهذه الأموال الطائلة وهذا مثلاً التذهيب اللي يصير في القبب،
وهذه الكاشي المعرق وأمثال ذلك، خلنا نصرف هذه الأموال على الفقراء. زين، المساجد هي من شعائر الله. أنت عندما هذه المساجد كل ما تكون أفضل يكون إقامة الشعائر أحسن، ولذا كل الأمم تهتم بمعابدها وبأحسن وأرقى الوسائل وأرقى أنواع الأشياء يستفيدون في معابدها، لأنها تحولت إلى شعائر. وتمسك الإنسان بالشعائر يسبب تمسكه بتلك القيم التي تختزنها تلك الشعائر، وتمسكه بتلك القيم التي تختزنها الشعائر معنى ذلك أن هذه الثقافة تتحول إلى سلوك عملي. ونحن تمسكنا بالشعائر الإسلامية كلما كان أكثر، النتيجة أنه انتقال الثقافة الإسلامية من حالة نظرية إلى حالة عملية يصير أكثر. ونحن لو عملنا بالثقافة الإسلامية وتمسكنا بها وصار سلوك عملي لتمكننا من أن نتجاوز هذه المرحلة اللي إحنا نعيش فيها من الضياع ومن المشاكل ومن تكالب القوى المعادية على المسلمين ونهب خيرات بلاد المسلمين وقتل أبنائهم ونسائهم وأطفالهم. نقدر نتجاوز هذه الحالة وهذه المرحلة للوصول إلى حالة من السلام وحالة من السيادة وحالة من التطور والتقدم والعلم. فعلى كل حال، التمسك بالشعائر الدينية سواء جزئيات معينة اللي عينها للإسلام أو كليات، هذه الكليات تتمصدق بمصادق جزئية، هذا من الأسباب المهمة لتحويل القيم النظرية إلى سلوك عملي. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا